معكم اليوم صباح جديد وفيديو جديد. اليوم ماما حبيبة ديالي ربي خليها لي عدلتنا الغايف باش نفطروا ان شاء الله بالرغيفات السخيخنين، وحبيت نشاركها معكم. كاينش اللي ما كيعرفش يعد الرغايف طبعا، ما صورتي ملي كانت كتخلطو، ثم عارفين الطحين والماء يكون ماشي بارد ماشي سخون، عندها في شويه الملحه وشويه السكر، وكاين اللي كيعمل لهم شويه الزيت، وطبعا كاين اللي كيعمل لهم الخميره الحلوى. حنا ما عملنا لهمش الخميره الحلوى. المهم كتبلكم مزيان، ماما عطاتهم الدراك. المهم دابا قلت نصور لكم هاد اللقطات اللي كتجمعهم. هي كترش لهم السميده والزيت من داخل، سميده رقيقه، ودابا غادي تجمعهم. صحه كيجيو للرغايف، ما عندي ما نقول، تبارك الله عليها. واخا كنعدلهم حنايا ما كيجيوناش بحال كتعدل ماما. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفه ديال ماما اللي خديها لي. ما تنساوش تدعموها وتخليو لها الكومنتاريوس، حتى هي كتفرح ملي كتشوف الكومنتاريوس الزوينين ديالكم. يلا مع السلامه، الى الفيديو القادم ان شاء الله.